لتطوير مدخل الايش المسجد، اول حاجه نقول مثلا نكتب لافتة، نقول فيها على الجميع وضع الأحذية، الأحذية خارج المسجد. ولما تكون الأحذية خارج المسجد يا شباب يبقى احنا كده حافظنا على نظافة الايش، تمام. كذلك ممكن نقول وضع الأحذية في الأماكن المخصصة، في أماكنها أو الأماكن الإيش، يعني إيش الأماكن المخصصة يا أستاذ؟ يعني عند أحيانا تلاقي في المسجد ومعظم المساجد تقريبا فيها أماكن زي دواليب أو زي حاملات نحط فيها الأحذية، فبعض الناس يتكاسل ويترك حذاء هنا وهنا، وأحيانا يجي بعض كبار السن يدخلون ممكن يتعكرفون في هذه الأحذية، وأحيانا في بعضهم يأتي على عربة، تمام، لكبر سني أو شيء، فأنت كده بتؤذي الناس، فتضع الحذاء في المكان المخصص له، تمام. لا تؤذي الحاضرين وأنت في المسجد، يعني لا ترفع صوتك حتى لو بالقرآن يا شباب، حتى لو بالإيش بالقرآن. بعد كده هذا النشاط يكون واجب عليك تحله مع الوالدة، تمام. أنت الآن في المسجد ذكرت الله، صليت وحبيت تخرج، برضك تخرج برجلك اليسرى وتقول دعاء اسمه دعاء الخروج، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لحد هنا الجزء ده يا شباب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مشترك في الخروج وفي الدخول، لكن في الخروج تقول اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك، يبقى هذا دعاء تقوله عند الخروج، والخروج بيكون بالقدم الإيش اليسرى، تمام، لأنك طالع خلاص من المسجد، لكن الدخول خدناه في المرة اللي فاتت بالقدم الإيش اليمنى. ماشي يا الشباب؟ طيب ندخل على الأسئلة. السؤال الأول بيقول إيش، أقول عند دخول المسجد لازم تحفظ بقى، خلاص أنا حافظه أكتبه من حفظي أنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وافتح لي أبواب إيش أبواب رحمتك. هذا دعاء الدخول. تعال دعاء الخروج بقى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك، تمام يا الشباب، من فضلك. طيب أكتب عبارات مختصرة عن أهمية العناية بالمسجد. من العبارات المختصرة حافظ على نظافة المسجد، تمام. اثنين لا تعبث، لا تعبث بمقتنيات المسجد، بمقتنيات المسجد. بعض الناس يدخل يعبث في اللمبات، يعبث في المكيفات فيخربها، ده صح وغلط. أدخل المسجد مقدمة رجل اليسرى، ينفع يا شباب ندخل المسجد برجل اليسرى؟ تقول لا باليمنى، يبقى هذه غلط، تمام. لا أعبث ولا ألعب داخل المسجد، صح، لازم نحافظ على الهدوء. أصلي ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن أجلس، نعم، وهذه بنسميهم تحية الإيش المسجد. وبكده يبقى خلصنا. عايزك تنقل كل الواجبات دي، الله يجزاك الخير، في عندك في الصفحة هذه. وما تنساش عليك واجب واحد هتجيبه مع الوالدة، هتملك الوالدة وتساعدك، بس انت تكتب بخط يدك، ماشي. انا عارف ان الدرس طويل وفي كتابة كتيرة، ولذلك معاك بكرة كله لحد يوم السبت اشوف الواجبات. اللي خلص عادي بعتلي، حتى لو عادي اليوم،
تمام، لكن واحد معاه الجمعة معاه السبت لين الأحد، نعطي الدروس الجديدة تكون أنت إيش خلصت كل شيء. يلا بارك الله فيكم ونفع الله بكم، مع ألف سلامة يا شباب.